أهلا وسهلا مرة أخرى أعزائي الطلبة، واليوم راح نحكي عن التمرين الثالث. والتمرين الثالث هو عبارة عن دايلوج، حوار، وهذا الحوار بيه فراغات ويريد من عندنا نملي هاي الفراغات، نسويها مضارع مستمر أو نسويها مضارع بسيط حسب الجملة وحسب السياق مالت الجملة. فمرات مضارع بسيط ومرات مضارع مستمر راح نحل لكم إياه وراح نشرح لكم إياه، فخليك وياي وتابع شوف حل التمرين. This international parity was a great idea. It certainly was. Look at the food from ليبيا. هذا الصحن من ليبيا. Great. What are you doing? What are you doing? طيب. هنا طبعا هذا الفعل هذا. Tastes. طيب لي that ليبيا tastes great، يعني ذوقه أو تذوقه عظيم. زين، رقم اثنين قايل لك I Mexican dish. طبعا رقم اثنين قايل لك I'm testing، يعني أني أتذوق الطعام المكسيكي لأنه مستمر بالتذوق، يعني في شيء استمرارية. بينما أن يقول هذا طعام طعمه لذيذ، شلون هذه حقيقة، يعني شلون يعني معبر عن فد شيء، يعني حدث يعني فد شيء حدث مو استمرارية. بس من يقول أنا قاعد أتذوق الطعام المكسيكي راح نستخدم زمن المضارع المستمر. What's the matter? Does it؟ رقم ثلاثة قايل لك Does it taste؟ ثلاثة tastes. ليش؟ لأنه قال لك does، ورا does دائما يكون فعل مجرد. رقم أربعة no it doesn't it's terrible. خلينا نشوف بالحال. هنا رقم أربعة قال لك it tastes، إنه يعني طعم مرعب فظيع. يعني نقدر نقول الكلمة اللي تيجي وراها صفة terrible فظيع great، يعني هذا مضارع بسيط لانها مو استمراريه. يعني شلون يعني فد راي، عفوا احنا قلنا المضارع البسيط يعبر عن الراي، وهذا راي great راي ترابل فظيع فراي. يعني احنا قلنا هو المضارع البسيط يتحدث عن الحقيقه، يتحدث عن الحقيقه بشكل عام، ولكن بهاي النقطه هنا هو يعبر عن راي، لذلك استخدمنا زمن المضارع البسيط، لان احنا قلنا زمن المضارع البسيط يحكي عن الحقيقه. رقم خمسة قايل لك هي every dish is testing، يعني يتذوق كل شيء. هذه مو رأي، يعني هذا استمرارية، هذه استمرارية. رقم ستة قايل لك I didn't like it American food bland to me. American food رقم ستة يعني الطعام الأمريكي، هذا أيضا صفة طبعا يعتبر رأي. ورقم سبعة is testing يقول لك he is now، لأن أنت عندك now طبعا الآن تدل على now، تدل على الاستمرارية، فلذلك استخدمنا زمن المضارع المستمر.